السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم في سادس يوم من رمضان، ولكن ما نكذبش عليكم، انا هنايا هذا كان التحضيرات ديالي ديال خمس يوم اللي خرجتكم فيه الاكسيو وكل شيء. هذا هو التحضيرات اللي درت في العشيه. المهم كيف غادي تشوفوني هنا باقي كنصايب زعما باش نصور، انتوما كنحطاجين وداكشي كله مقاد عاد باش نجلس ونبدا في الكاميرا، ولكن المهم ماشي مشكل، فرشت راسي قلت نسلم عليكم الاول ونبدا معكم. كيف غادي تشوفوا، بغيت نبدا معكم الطاجين ديال الكفته بالمطيشه، اولا الطاجين ديال المطيشه بالكفته، وندير معكم وصفات اخرى باش نعطيكم افكار ان شاء الله باش تطيبوا وكل شيء، باش يسهل عليكم الحال، باسكو انا عارفه في هذا رمضان اللي غادي نطيبوه اليوم ما نطيبوهش غدا، وكنبغيو افكار جداد، كنبغيو بزاف د الحاجات. الله، كنتمنى من كل قلبي ان هاد السلسله الرمضانيه تكون كتنال الاعجاب ديالكم وكتعطيكم افكار، باسكو فريمون كيعجبني الحال بزاف ملي كنلقاكم فرحانين بها وعجبكم هاد السلسله. الله، حتى انا فرحانه بزاف 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 حيت عجب لكم الحال، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم وكل شيء. ونخليكم دابا مع لي غوسيت اللي غادي نوجد لكم اليوم، والطبله اللي غادي نوجد لكم اليوم اللي كتجي رائعه وخفيفه وظريفه وزوينه وكتشبع وما كتحتاجيش عاد تزيدي معاها حاجه اخرى. ولا البنات، دابا نبدا معاكم نوريكم مقادير بالنسبه للبنات اللي من الجيري ولا من تونس ولا الناس اللي ماشي ما كيعرفوش هذا الطبق. هذا ما عرفتش واش كتعرفوه ولا لا، ولكن المهم هذا طبق مغربي اصيل. غادي تحتاجوا 3 حتى 4 د المطيشات عاديين، تقشروهم وتقطعوهم قطع صغيره، وتحتاجوا عاوتاني الكفته سواء نص كيلو سواء ربع، المهم على حسابكم نتوما. وتحتاجوا معدنوس مقطع رقيق، وواحد البصله تكون مقطعه رقيقه ما كتبان لكمش حيت حطاها على البيض. وصافي، بالنسبه للعطريه غادي تحتاجوا معلقه صغيره من جميع هادو، تحتاجوا معلقه لا معلقه كبيره، معلقه ديال الكمون، معلقه ديال التحميره، معلقه ديال الابزار، ومعلقه سكينجبير، ومعلقه على حسب الذوق ديال الملحه. وقلت لكم الابزار ياك، تحتاجوا الزيت البيضه وزيت الزيتون، وتحتاجوا واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك، هذه اللي كنحط دابا في الطاسه. وصافي، تحتاجوا واحد الكاس ديال الماء صغير هيدا باش تخلطوا هادو. و بيان سور الطبق كيمشي في الطاجين اللي كيجي لذيذ، تبغيو ديروه في المقله ديروه، ولكن في الطاجين كيجي بنين ولذيذ، طبق ديال الطاجين المغربي اصيل. كديروا شويه ديال الزيوت مخلطه مع بعضياتهم. صافي، انا هنايا كانت عندي الكفته في كونجلي كندعكها باش تحيد لها داكشي الثلج. دابا في هاد الكفته غادي ديروا نص الكميه ديال العطور، يعني كنا غادي نديروا معلقه صغيره عامره ديال التحميره وديال الكمون وديال البزار وسكينجبير، دابا نديروا غير نص ديال الكميه في الكفته، نص كميه ديال التحميره، نص كميه ديال الكمون، نص كميه ديال السكينجبير، نص كميه ديال البزار، ونص كميه ديال الملح ياكو، ونص كميه حتى ديال المعدنوس. صافي، وغادي تخلطوها مزيان، تنسمو يعني الكفته، تخلطوها مزيان كيف غادي تشوفوا معايا في الفيديو. وهنا البنات صافي ساليت، شوف هاد الاثناء عندي الطاجين ديالي تكون سخنات، هذاك اللي كنحط عليه الطاجين كيتباعوه في المارشي البنات. غتحطوا البصله ديالكم تخليوها حتى تدبل، يعني تاخذ اللون ديالها وكل شيء تخليوها. فهاد الاثناء انا غادي راه نكور الكفته ديالي عندي في داك الاثناء. المهم راكم عارفين ملي تكونوا كتقليو البصله ديالكم راه ديروا حاجات اخرين. صافي، انا تما فين غادي نكور الكفته، كنكورها هي هكا بحال المهم غادي تشوفوا معايا في الفيديو، تكويرات هكا عاديين بحال اللي كنديروا الكفته ديال الحوت ولا اي حاجه. هادشي بيان سو ما كنشرحوش للبنات اللي مولفين يديروها، يعني كنشرح بالتدقيق للبنات اللي كيشوفوا فينا من جميع انحاء العالم، اللي ما يكونوش يعرفوا الطاجين كيفاش يديروه ديالنا، ولا كيديروه بواحد الفص اخر ولا بمقادير اخرين، حنا كناخذوا منهم وهما كياخذوا منا عادي هادشي. وهنا الكسكوت ديالي جا كما العاده في الكوزينه، كيشوف كيكور كيقول لي عطيني لا فيوند باغي ياكلها خضراء. Look at
البنات من بعد ما تقلات لي البصله غادي نديروا الماطيشه في الوسط ديال البصله ونمشيوها في الطاجين بحال هكا كيف غادي تشوفوا معايا كامله على الطاجين باش تقلى مزيان حتى هي وتطلق الماء ديالها وكل شيء وصافي. ومن بعد غادي نشدو ديك ماطيشه الحك ديالنا نزيدو فيها ديك شويه ديال الماء اللي نقولوا مقدار كاس صغير ديال الماء بحال هكا تخلطوها تطلقوها فيها يعني باش ما ديروهاش وتبقى مكوره لكم بحال هكاك تخلطوها مزيان وديك الساعه غادي نخويوها عليها عادي كما تشوفوا معايا في الفيديو. صافي البنات وهنايا نزيدو ديك النص اللي بقى لنا ديال العطريه ممكن بديو بالكمون ديك نص معلقه نعاودها لكم المهم نص معلقه ديال التحميره عاوتاني نص معلقه ديال الابزار نص معلقه ديال سكينجبير سمحوا لي على صداع ولدي كيلعب حدايا ما بغاش يسيدا وكيف قلت لكم نص معلقه ديال سكينجبير المهم كديروا كاع ديك الشيء وصافي كتخليو غير ديك المعدنوس كتخليوه الاخر حتى كتحطوا الكفتاعات كديروه باش كيف معدنوس باش كيبقى طري كنت كنقول لكم المهم مشيت حيدت له ديك اللعبه اللي كان كيهرس عليا راسي هنا يا سام ايوا صافي وكديروا له بحال هكا راه ساهل مهل البنات اسهل حاجه وكيجي بنين وكذاك اللي مع الخبز وداك الشيء كيجي فريمون بنين البنات وكيشبع فريمون في رمضان راه كيشبع وما كيجيكش الجوع. دابا انا بحال دابا راه انا كندير لك المونتاج ولكن ما فياش نهائيا الجوع. المهم كنديروا نص الكميه هنايا ديال المعدنوس وكنخليو شويه حتى من بعد حتى كنضيفوا الكفته عاد كنزيدوه من الفوق ديالو صافي. ودابا في هاد العدنه خاصك تخلطي كل شيء يعني تخلطي واخا انا ما بنتلكش خلطت كل شيء هنايا انت قلبي يعني خلطي كل شيء حيت انا خلطت من بعد ما كنتش كنصور صافي. قلبي كل شيء وخليه يطيب 10 دقائق البنات ومن بعد رجعي عنده حطي عليه الكفته وصافي داك الساعه كيبقى يعني كيكون طايب بحال هكا. من بعد 10 دقائق دابا هادي ها نتوما كيف كتشوفوه طاب راه دغيا الماطيشه راه دغيا كدبل وديك الشيء كتعطي له زوين صافي. كتحطوا الكفته ديالكم كتستفوها بحال هكا حتى كتعمروا الطويجينه ديالكم كلها بالكفته صافي تبقاو ماشيين بحال هكا صافي. والريحه كتطلع من تما ما نعاود لكمش البنات المهم ما نعاود لكمش غير والريحه كتطلع كتسطي كاسام كنحرك لي الكاميرا على داكشي ما كنتش كنبان مزيان الاخر صافي. من هنا فين كتزيدوا داك شويه ديال المعدنوس وبالنسبه للبيض البنات غادي تشوفوا معايا فوق غادي نزيدو انا ان فوا كندير الكفته كنخليها هكاك واحد 5 دقائق ما كملاش المهم 5 دقائق هكا كتكون الكفته شدت فراسها ما تخليوهاش حتى تجمد تكلاسي مي كتكون شدت فراسها 5 دقائق هكا كتكون شدت فراسها وصافي. دابا غادي نمشي حتى طيب ها حنايا هنايا مني طابت الكفته كيف كتشوفوا معايا كتجيبوا البيض ديالكم وكتهرسوه كتهرسوه على حسب نتوما شحال بيكم كيف قلت لكم. وانا دابا هنايا راه طفيت البوطه على الطاجين ما بقيتش غادي نشعلها راه هي بالسخونيه ديالها البيض غادي يطيب يعني بلا ما اتوسام بلا ما زعما طيبوها عاد باش يطيب لكم البيض غير ديروا لها ديك الغطا ديالها البيض داك الساعه كيطيب يعني باش ما يدير لكمش ديك القشره الجامده من الفوق ديال البيض. المهم كيجي الطاجين واعر صراحه وبصحتكم وراحتكم. ودابا ندوزو نصايبو البغيك تونيزيان فينو ما توانسه واعطوني النقاط في الكومونتير كنكذب عليكم البنات هذا البغيك هذا التونيزيان كيجي كيسطي كيحمق وكبير يعني وحده تكفيك في المغرب ما تحتاجيش حتى تاكلي حاجه سبحان الله العظيم كل واحد وطريقته. المهم غادي ندير كميه كافيه من الزيت باش نقليهم فيهم. غادي تحتاجوا هنا البطاطا مسلوقه واحد البطاطا ولا جوج مسلوقين ودعكوهم بالفرشيطه مزيان. تحتاجوا الورقه ديال البغيك ولكن تشوفوني صايبتها هنايا حيت دوزتها عليا باش تبقى لي بالفورما ديال الكاري. وعندي هنايا بصله صغيره مشلضه عندي الطون هنا من الاحسن ديروا الطون الزيت ما كانش عندي. عندي هنا هذا الكبار هذا اولا الكاب ولا ما نعرف كي سميتو هنايا بالفرنسيه وعندي شويه ديال المعدنوس وواحد جوج بيضات ثلاثه البيضات حيت بغيت ندير ثلاثه الورقات وشويه ديال الفرماج. المهم اللي ما كيعجبلهاش البيض ما ديروش دير غير هادشي الاخر. عندكم الورقه هنا ديال البغي كتكون مدوره خاصكم الجناب ديالها
ديروهم هكا تنيوهم وديروا معاكم واحد الكاري باش يجي معاكم واحد الكاري. في الاخر شنو اكتشفت انا؟ لقيت ما بغاش تلصق، مشيت درت لها شويه البطاطا طايبه مطحونه ولصقتها بها، فريمون لصقت لصقتها. انتم شفتوها يا حدا الكاميرا اخترعت هذيك اللقطه وما داروهاش لي تونيزيا، انا نعطيكم الوصفه داك الساعه ملي ما تبغيش تلصق لكم بلا ما تعكوا عليها، ديروا لها البطاطا وصافي ولصقوها. المهم غادي نصطفوا اول حاجه البطاطا، كيديروها على جنب هما بحال هكا باش هكا كتلصق لهم ديك الورقه وما كتبقاش تحيد لهم. المهم كيف كتشوفوا معايا، ديروا البطاطا الكافيه مع الدوره ديال الورقه، ومن بعد غادي تحتاجوا تفرشوا شويه ديال البصله، كيديروا شي حاجه قليله فريمون قليله، المهم شويه ديال البصله بحال هكا، من بعد شويه ديال المعدنوس معاه وديك الكبار ولا ما عرفت، اول مره نستعملوا انا هذا الكبار، ديك الحبات كيتباعوا في كارفو فين ما مع داكشي. ودابا هنا كيهرسوا البيضه، ومن الاحسن تهرسيها هكا في شي طبصيل باش زعما الا خرجت لك البيضه فيها شي بيبي ولا شي حاجه ما ديريهاش ديريكت، وتخويها في الورقه تحطي عليها هكا ديك الفرماج وصافي. والطون هذه هي البغيكه، ومني كتسديها كتسديها هي هكاك بلا ما تلصقيها باي حاجه، ومني كتكون في المرقه في المرقه في المقله كتصايبي لها غير جنب هكا كيتلصقوا بوحديتهم سبحان الله. ها تشوفوا معايا دابا كلشي، راه كنت خايفه كنت كنموت بالضحك مع راجلي كنقول له كيفاش غادي ناخذ هاد العجب. ما عرفتش كيفاش ناخذها حيت كبيره، كنقول الا خديتها هكا بيدي غادي يعني غادي تمشى لي، واول مره نديرها ونجحت ليا فريمون شي حاجه اللي ناجحه. كنت كنهضر مع ورد وكنموت بالضحك. دابا الهم ديالي هو انا كنصور وكيفاش غادي ناخذها، كنقول تزل علي شي بيضه في الارض وهذا. المهم غادي تشوفوا معايا في الاخر، بديت كنقلب على شي حل كيفاش ناخذها. مشيت خديت الاخر، بعدا نقصت البوطه هكا باش ما تحرقليش، مشيت خديت ديك المعلقه هيدا اللي كناخذو بها الفخيت وديك الشيء وصافي، وتخدات لي مزيان وحطيتها، ولكن كانت كبيره على المقله. الوجه ديالي كيضحكني دابا ملي كنشوف في الكاميرا. صافي وهيدا دغيا قلات، وخذوا واحد المعلقه وبقاو ترشوها بالزيت بحال هكا. انا هكا شفت البنات نكذب عليكم، بقاو ترشوها بحال هكا صافي. والله ما عرفت كي كيقولوا له بالتونسيه، وقيل البوراك والله ما عرفت. Thank you.
المهم البنات هنا كنكمل لكم الطريقة. كنتمنى يا ربي تكون جاتكم سهلة وتكون عجبت لكم. الصراحة في المذاق كتجي كتسطي، كتجي كروستيون. غير نتوما خليوها طيبوا البيضة، ما تخليوهاش كولون، ما تخليوش البيضة تكون سايلة الا ولا كتعجبكم. بالاحسن خليوها تكون طيبة مزيان، واخا تبان لكم محمرة في المقلة راه بحال راه باش كتكون طابت المقلة. دوس موسام الله طابت المقلة حتى انا، يلا تكون باش طابت البريك معانا. المهم كتكملوا لها بديك الطريقه، كتنقصوا البوطه اكسبري باش تطيب على خاطر خاطرها، حيت الا كانت مجهده البوطه تحرق لكم البريك من برا ويبقى داكشي داخل يعني البيضه تبقى طريه. صافي المهم خرجت تيست، وصراحه مراد عجبوه بزاف بزاف بزاف، وقال لي قال لي زعما منين ندير العراضه لحماتي خاصني نديرهم، حيت باغا نعرضها ان شاء الله نعرضهم غدا. حنا كنا معروضين عندهم والبارح، ايوا صافي غادي نعرضها ان شاء الله يا ربي لك غدا. اسامينو ناري سمحوا لي، وصافي البنات على زعما ما قدرهاش كيلعب حدايا، ومني كنمشي ليه للبيت ما كنخليش انا بوحدو يمشي لي البوطه ولا شي حاجه. المهم كيف شفتوا طريقه سهله مهله، كنخليهم بحال هكا. شكون رد لكم لا موزيك حسن الصداع ديال صافي. فوالا البنات الطبله ديالي كملتها خفيفه ظريفه. صراحه الطاجين كيجي كيشهي البنات، هو منه لا منظر لا مذاق لا لذه، فريمون كيسطي. والبغيك ما عندي ما نقول لكم عليهم الصراحه، واعرين كنتمنى تجربوهم ونخرجوا من ديك التيم تاع البريوات ديالنا. فريمون واعرين وكبار تبارك الله، كيشبعوا لواحد الدرجه ما تصوروش. وخواتاتي التونسيات قولوا لي في لي كومونتير واش عطيت حقهم لهاد البريوات اولا هاد البريك ولا تعديت عليهم. نورمالمون راني درتهم باغي بالوصفه الاصيله، الا بغيتو تستغناو على البيض تقدروا تستغناو عليه، مي فريمون كتجيب هكا كتجي واعره فريمون واعره. طيبوا البيض مزيان كيف كتشوفوا راه طايب من داخل كيبان لكم، بيض ديالي دلوز مع الشباكيه مع الحريره مع الف. المهم البنات ما بقى لي الا نقول لكم شكرا بزاف على مشاهده الفيديو، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تجربوا الوصفه واعطوني تعليقاتكم في الكومنتيرات والراي ديالكم كله، وخليتكم في الخير وبصحه فطوركم.